مشاهدينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. أهلا بكم دكتور عبد الحميد. بداية، في أي إطار تأتي مبادرة هيئة علماء المسلمين في العراق عقدها هذا اللقاء التضامني؟ الرحمن الرحيم، أحييك وجميع المشاهدين الكرام. يعني دائما هيئة علماء المسلمين لا تنشغل فقط بهمومنا وهموم أهلنا في العراق، وإنما بجميع الهموم التي تتعرض لها الأمة ويتعرض لها المسلمون في شتى بقاع الأرض. وبما أن اليوم قضية الغوطة قد أخذت حيزا كبيرا من الحيف على أهلها وتراجعا في نصرة أهلها وربما تكالب الأمم على هذه المنطقة، هذا المكان الضيق وهذه الحمم التي تنزل عليهم إلى غير ذلك، فكان لابد أن تقوم الهيئة بأحد الأنشطة لنصرة أهلها هناك. واغتنمنا وجود الأمين العام للهيئة فضيلة الدكتور متنا حارث الظاري في زيارة إلى إسطنبول للقيام بهذا النشاط، فضلا عن أنه يحقق أهدافا أخرى في اللقاء بالعلماء من شتى بقاع البلاد الإسلامية. بهذه النقطة، ما هي الرسالة التي أرادت هيئة علماء المسلمين أن توصلها عبر هذا اللقاء التضامني؟ بداية، أولا واجب الوقت، وهو أنه العلماء يجب أن يكون لهم دور في تنبيه الناس وتذكيرهم بواجب النصرة والقيام أو قيام بدورهم في إغاثة أهل الغوطة أولا في هذا الظرف. الأمر الآخر وهو المهم أنه ننبه العالم أجمع أنه قضيتنا هنا قضية واحدة ومعركتنا واحدة، فالمشروع الإيراني والمشروع الأمريكي في المنطقة يتخادمان على حساب أهلنا، على حساب أهل هذه المناطق جميعا، فلا بد أن تتوحد أيضا الجهود لمواجهة هذه المشاريع. وأيضا هي فرصة لتعريف العلماء في هذه البلاد العربية والإسلامية التي شارك قسم كبير منهم في هذا الملتقى بالقضية العراقية وبجهود الهيئة، سواء كانت جهود في داخل العراق أو خارج العراق، وأيضا كان هنالك رسائل سياسية لهؤلاء المجتمعين وللعالم أجمع. دكتور، هذا اللقاء التضامني وغيره من اللقاءات الأخرى، ما الذي يمكن أن تقدمه للمحاصرين في الغوطة الشرقية أو حتى في غيرها؟ بداية، العلماء هنا حينما يقومون بواجبهم في تذكير الناس وحثهم على الأخذ بالمبادرة لهذه الإغاثة أو القيام بالتبرع ولنصرة أهلهم هناك، هذا يكون دور كبير ومؤثر لدى الناس. الأمر الآخر تمخض عن هذا اللقاء أيضا أنه تشكيل لجنة لعقد حملة إغاثية مشتركة من الروابط العلمائية المختلفة من شتى البلاد الإسلامية. هذه إذا إن شاء الله نفذت خلال الأيام القادمة سيكون لها كبير الأثر على أهلنا هناك في الغوطة، ويتحول الأمر من أمر كلامي من نصح إلى الناس إلى أمر عملي يبادر به هؤلاء العلماء إن شاء الله. هناك من يقول بأنه العراق فيه مآسي كبيرة لا تقل عن التي تجري في الغوطة، فيه مناطق تأذت بشكل أكبر، لماذا هذا اللقاء الآن من هيئة علماء المسلمين في العراق المناصر للغوطة؟ أحد أهداف أعدائنا هو أن يجعلوا كل بلد ينشغل بهمومه عن بقية الهموم الأخرى. لا بد للأمة الإسلامية أن تتكاتف جهودها وأن تكون صفا واحدا في مواجهة هذه المخاطر. هذا أمر. الأمر الآخر وهو حينما يبادر أهل العراق بنصرة القضية السورية ومن قبلها القضية الفلسطينية وأهلنا في اليمن وغير ذلك، فهذا أيضا فيه رسالة إلى عموم العالم الإسلامي أن يقفوا أيضا بجانب إخوانهم في العراق. فمن الخطأ الكبير أن ينشغل أهل كل بلد بمشاغلهم ومشاكلهم عن بقية الجراح الأخرى عند جيرانهم. الدكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق، شكرا جزيلا لك.